بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. إذا أردت التأكد من شفاء الجرح لابد من التخلص من أم القيح، حكمة الأجداد التي يتناساها الأبناء. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. والحقيقة المهندس عدلي مصمم بقاله حلقتين ثلاثة يفاجئني بحاجات. أنا اتفاجئت بأم القيح. إيه ده يعني؟ شوف يا استاذ ابراهيم، ام القيح هي سبب تقيح الجروح، هي التي تؤدي الى ان يبقى في صديد فيتحول الدم الى خراج. اذا قعدت تعالج الدم من غير ما تتخلص من ام القيح يتحول الى خراج يصعب شفاءه. نحن نعالج مشاكلنا بطريقه سأسأله، لكن ام القيح موجوده فتفضل دايما تتقيح. عايز انت تعمل لي دلوقتي مصالحه، عايز تعمل قضاء على التعصب، مش بالمؤتمرات. على فكره احنا اصحاب مبادره هنا في هذا الامر، وهنلتزم بكل شروط القضاء على التعصب. اتكلم دلوقتي ولا بعد ما تستطرد؟ هنستطرد، لكنه من المهم ان احنا نحدد لحضراتكم اربع عناوين رئيسيه في حلقه مثيره جدا. هذا هو الاهلي الجاحد يا كابتن جمال. الاهلي وفيتا وموعد مع الحسم. سيفون سبورت واعلام لا يتعلم. مش قلنا لكم هو فعلا نادي الدولة؟ أربع عناوين رئيسية فيهم الكثير من التفاصيل. نتمنى إن شاء الله إن حضراتكم تستمتعوا بهذا المضمون.